السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لي دعوة من موقع OpenAI.com إن أنا أشارك في تجربة الذكاء الصناعي دي، اللي طبعا مش لأن أنا بفهم حاجة ولا أي حاجة، مجرد بس كان حاطين اللي عايز يجرب يجرب، تمام. فأنا مخوفتش وجربت. فالفكرة بسيطة جدا لذيذة جدا، إن أنت تكتب أي حاجة هنا وهو الذكاء الصناعي يبدأ إن هو يكون لك الصورة دي، مش بيعمل سيرش، لا هو بيبدأ يكون الصورة. يعني مثلا دوكس، تمام، ان سويمنج بول، طبعا لو بعت لجوجل هيعمل لك سيرش عليها وكده، انما هنا هو بيجيب صورتين ويدمجهم مع بعض، هو بيبدأ يرسم هو الصورة، هو بيبدأ يرسم الصورة. ايه، هتطلع حلوة ولا وحشة؟ حط لي شوية كلاب اهو في حمامات السباحة. الجميل بقى ان انت ممكن تقول له سربرايز مي، هو بقى يبدأ يخترع صور من عنده. خلينا نجربها. سربرايز مي هيعمل لك صور انت مخصوص، مش عنده صور او قاعدة بيانات. لا استنى، خلينا نعمل كده سربرايز مي. فهو كتب لك اهو حاجة معينة لو عجبك، باسكت بول وبلاير ودانكينج، كتب كلام كبير أوي، بدأ يكون الصور اهيت. اهي، ممكن اقول له ابلود واطلع انا صورتي وهو يبدأ يعمل عليها اي عمليات انا عايزها. ماشي، ليه لا؟ بيقول لي خلي بالك ما ترفعش صور حد انت متعرفوش ومش واخد منه اسم. بيقول لي لو صور اشخاص حقيقية او كده او رياليستيك فيس المشكلة، مع اني كنت لابس الفي ار فالمفروض يعديها، بس هو لقطها من اللذين. طيب عايزين صورة كده سريعة، خليها كان مثلا صورة دي، الصورة كانوا عاملينها في مشروع مول في قطر. ادينا بنتسلى مع الذكاء الصناعي قبل ما يتسلى بينا. بدأ يعمل شوية تأثيرات على السلام. فما شاء الله بيتطور بشكل قوي جدا يعني.